متجدد مع قواعد الحزب. هاد الجهة جهة بني ملال خنيفرة اللي تتعد من بين الجهات اللي هي معقل من معقل تجمع الوطني الأحرار، لقاء مع المنتخبات، المنتخبين، شباب، نساء، أطر الحزب في هاد الجهة اللي فيها قيادات يعني تشرف حزبنا وتتقوم بعمل العمل جبار. هذه مناسبة للتواصل مجددا حول المنجز الحكومي، حول ما تحقق في 30 شهرا، خاصة في الجانب المتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مشروع كبير ب 90 مليار درهم اللي تم اليوم الانجاز ديالو، سواء فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، بالانجاز البنيات التحتيه ديال الصحه. وهنا كنشوفوا كيفاش انه بني ملال تعزات بمستشفى يعني جامعي جديد، كليه الطب. تنشوفوا كذلك الميثاق الاستثمار اللي تيوفر لمثل هذه المناطق هذه يعني المستثمرين حتى 30% الثلث ديال قيمة المشاريع الاستثمارية. وكنشوفوا كذلك كيفاش كاين تطور حول ما يتعلق بفرص ومناصب الشغل المرتبطة بالاستثمار الخاص، وهذه فرصة باش نناقشوا ما تحقق ونشوفوا كذلك ما هو مأمول في المستقبل. فرصة اللي كاين نسمع نبض الشارع، وكذلك فرصة باش يبقى هذا النقاش العمومي اللي هو الدور الحقيقي ديال الأحزاب السياسية. الحمد لله، المشاريع التي تم إنجازها في نصف الولاية تعتبر تاريخية، لأن جاءت مباشرة بعد تقرير العام النموذج التنموي الذي أعلن عليه صاحب الجلالة نصره الله. الحكومة انكبت بعد ذلك على هذه المحاور الرئيسية اللي هما التعليم، الصحة، والتشغيل، إذن والاهتمام أيضا بمصالح المواطنين، وخاصة المواطنين المعوزين والفقراء في كل مناطق البلاد. الحمد لله، العمل ديال الحكومه الدار خصنا حنا كمسؤولين على الحزب وكمناضلين ديال الحزب، واننا يكون الاشعاع لهذا الشيء اللي دار ديال هذه المشاريع وديال هذه البرامج ديال الحكوميه، اننا تكون حنا كنكونوا كاخباريين باش انه المواطنين ديالنا يعرفوا الحقائق اللي كاينه والحصيله الحقيقيه اللي انجزتها الحكومه في هذه الولايه هذه. وتنشكركم في هذه الاستضافه هذه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع